يهمك فين اموت ولا اعيش؟ ده كلام مالكش تسألني فيه، وهتقولي ايه؟ ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه. مين اللي قدامي؟ ده واحد معرفوش، ما بقتش اكاف عليه اسيبه او اجرحه. عشاق كتير اتقابلوا عادي ما كملوش، وهو كل واحد يعمل اللي يريحه. قول حاجة تانية. يهمك في اموت ولا اعيش؟ ده كلام مالكش تسألني فيه، وهتقولي ايه؟ ده اللي بيتغير اكيد بيبان عليه. أعزائي متابعي أبو كبير ميديا في كل مكان، زي ما حضراتكم سامعين وشايفين صوت من القلب بيخرج وبيوصل للقلب. أحمد يعني ما شاء الله عليه، شاب حنجرته وكأنها يعني جزء من حنجرة الهضبة عمرو دياب، لا وتفوق على عمرو دياب كمان. حزيني شغال، يعني فريحي شغال، كل حاجة أحمد ما شاء الله بيعملها. الله أكبر عليه ما شاء الله. إزاي وصل للصوت ده؟ إزاي جاب بالدرجة دي من الحنجرة؟ ازاي عرف يجيب الهضبة عمرو دياب؟ كل ده هنا بنعرفه منه. ايه يا عم احمد؟ شكرا على المقدمة الجميلة. قول لنا بقى ايه الموضوع؟ والله انا شاب عادي جدا، بحب الغنى وبحب عمرو دياب، بس طبعا بغني لكل الناس، بس يعني موضوع عمرو دياب هو لقيت حدث كده برد فعل الناس معايا على الفيس او على التيك توك، فيديوهات بتجيب مليون وكده، فالحمد لله. يعني انا عدو في نقابه المهن الموسيقيه، وامتحنت على ايد الموسيقار الكبير حلمي بكر. يعني حلمي بكر؟ احنا نسمع حاجه بقى بمناسبه حلمي بكر. نغني حاجه لعمرو وحاجه تانية. حاجه لعمرو. ماشي. قول ايه؟ ما تفكرنيش بالعمر اللي انا ضيعته معاك، ما تفكرنيش بعذابي وحرت زمان وياك. انساني خلاص خلاص، ده انا قلبي خلاص خلاص، ما بقاش مشتاق لليالي هواك. ما تفكرنيش بحاجات فاتت وقلوب دابت واهات والام وجراح وفراق، ما تفكرنيش بسنين عدت وسنين مرت وسنين حرمان ما فيهاش اشواق. ما تفكرنيش بحاجات فاتت. اذان اذان، معلش احنا بنعتذر. قول لنا بقى الموضوع بدا معاك من امتى؟ والله انا بدات من سن صغير جدا، ودخلت في الموضوع يعني من صغري، كونت فرقه صغيره، كنت بروح اغني كمان. مكون فرقه؟ طبعا يعني اتعبت الملام من بعدك. الفرقه بتاعتي اسمها اوتار، واشتغلت في برنامج معروف اسمه شارع شريف على قناة النهار فترة طويلة على السي بي سي، والحمد لله يعني بشتغل على نفسي ان انا اعمل حاجة حلوة، اقدم فن كويس. ما بحبش المهرجانات ولا بحب اسمعها خالص. حافظ حاجة لمين تاني؟ بتجيب مين تاني غير الهضبة؟ انا بحفظ اغاني كل الناس، يعني ممكن اغني مثلا محمد فؤاد كويس جدا، عبد المطلب، حمد هلال. يعني بتجيب حمد هلال؟ بس احنا ممكن يعني قبل ما نتكلم دقيقه عشان بس الاذان. يعني بتجيب ايه مثلا لحماده هلال؟ بغني كل اغاني، ممكن اغني اغنيه الناس كلها تعرفها تحبها، اغنيه مثلا اللي هي بتاعت انا لا مسطول ولا بتطوع. ماشي يعني اذان. أن يا ليلي يا عيني يا ليلي، كان ليا في يوم حبيبي اتصار بعني، بالغالي اشتريته برخيص بعني، ولا انا ندمان عليه ولا هبكي في يوم عليه، ولا انا لا مسطول ولا بتطوح،
انا جاي جامل ومروح اشوف اللي باني وسابني وكان كل قلبي بيت مطوح. معلش مش هكمل عشان الاذان. معلش يعني ممكن عبد المطلب و غني عبد المطلب كويس، محمد فؤاد، محمد هلال برضو، في مثلا العسيلي غني علي الحجار، ده موسوعه ناس، يا عبد الوهاب الحجار، الجبل الحجار، ذئاب الجبل، معروف بالحاجات دي، ذئاب الجبل، ذئاب الجبل. تعرف تجيب نبره الحجار؟ لا مش مش موضوع النبره، انا بقدر اغني اللحن، الجمله اللحنيه بشكل كويس الحمد لله، يعني هتلاقيني بغنيه بشكل الحمد لله كويس. مخصمني يا زماني ورجع صالحني تاني، نسيني اللي جرالي في العمر الاولاني، وقسمني يا زمان وارجع صالحني تاني، يا زمان حنون وقادر انا مين ما تشوفني تاني، الو ادب وضحكة طفلة بالقلب اللي اقدراني، واللي زارع في صوته فدان ورد واجاني، مالي دبلة ورودي وكاس همك سجاني، ما انت مزمزين جيودي وكرباجك جواني. مقاسمني يا زماني ورجع صالحني تاني، نسيني اللي جرالي في العمر الاولاني، وقاسمني يا زماني ورجع صالحني تاني. ايه العظمه دي؟ ايه الحلويات؟ انا اصلا صعيدي يعني من سوهاج. انت سوهاجي؟ يعني ونعم الصوت ونعم الطالب. الله يخليك. يا صوته. ما شاء الله تبارك الله. طلعت منين؟ الله يكرمك. انا من اليمن طالب. احلى تحيه لك. انا من اليمن. من اليمن. وجاي لهم من اليمن مخصوص. حبيبي شرف لي والله. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. لك مستقبل ساحر ان شاء الله. الله يكرمك يا رب. الله يحفظك. الله اكبر يا عم كبير. اسمع لعمر دياب ها؟ اه. قول له حته لعمر دياب نختم بيها. انا بدي له حته بس طفي التليفون شوي. لا احنا في لايف. لا طب خليه هو يغني. كمل على خلاص. شوف ازاي تغير حال، شوف ازاي حبيبتي بقى قلبي ما عادش القلب الخالي، بعد ما شفتك اتمنيت من قلبي تكوني احلى عروسة تشوف عيوني، ده في بحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار، وهي توبه 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 توبه، وهي مره وعدت وخلاص، حبينا بصدق واخلاص، حبيتك من غير تفكير، حبيتك والقلب اختار، ده في بحرك يا ما عمت كتير وغرقت في اخر المشوار، وهي توبه 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 توبه. Oh.